اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اولا بقول لك البقاء لله، وربنا يرحمه ويصبرك ويصبر كل عيلته يا رب. امين امين. انا عايزه اعرف معاكي كده الموضوع من البدايه، الحادثه ايه اللي حصل وايه اللي وصل الموضوع لدرجه ان يبقى في قتل وموت، ايه اللي حصل؟ احكي لي كده من الاول. اللي حصل مفيش اي حاجه تستدعي للي وصلوا للموضوع. هو كان جاي من، كان طبعا انت عارفه الدنيا عيد، هو كان خارج مع اصحابه، خرجوا بعدين الساعة 10 كده اتصلت عليه، لا قبل 10 الصبح الساعة 8 كده اتصلت عليه، انت فين يا خالد؟ قال لي في العروبة. طيب بتعمل ايه يا حبيبي؟ قال لي بنلعب بلاي ستيشن وجايين. طب اول يوم عيد ولا ثالث يوم العيد؟ ثاني يوم العيد. هو كان في السيدة زينب بالليل وكان على الكورنيش، ليها صور، في صور معايا ليه. وثالث يوم العيد الصبح كان بيلعب بلاي ستيشن مع اصحابه اللي كان خارج معاهم بالليل امبارح، ورجع بقى البيت. اتصلت بيه فينك؟ قال لي جاي. جاي امتى؟ قال لي شويه. الدنيا عيد على اساس ان هو يعني بيجي اجازات، هو مش قاعد معايا، هو بيجي اجازات، قاعد في التجمع الخامس مع واحد مهندس ديكور بيشتغل معايا، يعني بيبقى فرش ماشي، نقاشه ماشي، عشان شغله هناك فقاعد معاه هناك وبيجي لك بس وقت الاجازات والعيد قضاه معاكي. اتصل بيا اجي على العيد ولا خليني اعيد هنا؟ قلت له لا تعيد هنا، تعالى عيد مع اخواتك. فجه قبل العيد بكام يوم، ما كانش والله لازم بيخرج في الايام اللي كان كاني حاسس ان هو عايز يقعد معانا يعني. بس جه في العيد بقى يوم ليله الوقفه، راح الحلاق بيحلق هو واصحابه، بيقول لي صاحبه مش عارف ليه حاسس ان قلبي مقبوض، ربنا يعدي العده على خير. قال له ليه يا خالد؟ قال له مش عارف. المهم قال له لا يا عم كده جا فرفش واظبط كده اللي انت فيه دوت مش عارف ايه، احنا خارجين مع بعضنا النهارده وبتاع. قعدوا سهرانين ليله الوقفه، وتاني يوم اللي هو اول يوم العيد خرجوا مع بعض اليوم كله، تاني يوم خرجوا مع بعض اليوم كله، تالت يوم بقى خلاص احنا تعبنا كفايه علينا نخرج يومين. كان راجع بقى البيت بعد ما خلصوا لعب البلاي ستيشن وجاي. جاي على البيت، ركب توك توك هو واحد صاحبه من اللي هم قاعدين معايا، يعني هم كانوا بقى 3 4 5 ما اعرفش كم واحد بقى بالظبط، كل واحد راح بيته، مفيش غير هو ويوسف، لان يوسف اقرب واحد ساكن جنبي هنا. فجايين ركبوا التوك توك، فبعد ما ركبوا التوك توك قالوا دخلنا جوه، عشان احنا هنا جوه يعتبر جوه، دخلنا جوه قالوا اركب، ركبوا. فبعد ما ركب في حد راح نده له، هي هند، اسمها هند، ندهت لسواق التوك توك قالت له نزلهم عشان انا عايزه اروح البيت. الاول كده انا عايزه اعرف مين هند اصلا، وهي بتشتغل ايه، ومعروفه ايه هنا في المنطقه؟ هند دي بتشتغل بياعه خضار في السوق، معروفه للاسف عليها كذا قضيه تحريض على الفسق. هي مش متجوزه، عندها 30 سنه، عايشه لوحدها من غير امها من غير ابوها من غير اخواتها، عندها، هي لسه طالعه من السجن على فكره، لسه قريب طالعه من السجن. كانت في قضيه ايه بقى تقريبا؟ اللي هي الفسق، تحريض على الفسق والفجور غالبا، مش عارفه هي دي ولا اللي قبلها، اللي هي كانت فلوس قروض وحاجات كده، بس مش عارفه هي يعني اخر واحده اللي كانت طالعه فيها انهي واحده بصراحه. واضح ان هي عليها قواضي واحكام كتير وتمام. فالمهم نزلهم من التوك توك، هي قالت للسواق نزلهم من التوك توك، قالت له في ودنه طبعا، احنا ما نعرفش ان هي قالت له نزلهم من التوك توك ليه ولا ايه ولا اي حاجه. طبعا هو ابني شاف الموقف، شايفه وهي بتكلمه وهو جاي ينزلهم، فبيقول له انزل من التوك توك، فبيقول له ليه؟ احنا مش قلنا لك وركبنا، احنا بعد ما نركب هتنزلنا؟ هو ويوسف صاحبه اللي كانوا راكبين، اللي كانوا راكبين بعد ما ننزل هتنزلنا، بعد ما نركب هتنزلنا. راح قال له معلش صاحبه التوك توك مش عايزاكم تركبوا. طب هي اصلا فعلا صاحبه التوك توك ولا هي ايه؟ هي بياعه في السوق، بياعه. علاقتها بالتوك توك وازاي اصلا الولد اللي بيسوق التوك توك سامح بده؟ كل سواقين التوك توك بيخافوا منها، هي قلة الادب بيخافوا منها. هو سابها ومشي، وهي بتقول له حزن عليك امك، سابها وعملها كده وراح للتوك توك التاني يركب، ومدها ظهره وما يعرفش حاجه. هي بقى رجعت الفرش بتاعها، جابت الآلة الحادة ديت، الآلة الحادة دي في الفرش بتاعها اللي هي بتاع الجير معاها على طول، والفيل معاها على طول. فحتى وكيل النيابة بيقول لها بتعملي بيها ايه؟ قالت له انا بنضف فيها الخضار. قال لها لا دي مش بتاعت تنظيف خضار، دي مش بتاعت تنظيف خضار. وبعدين حتى لو انت بتنضفي بيها الخضار، انت مش مسموح لك ان انت تمسكي آلة حادة من غير سبب يستدعي، يعني انت ولا جزار ولا حاجه كده ما يستدعي. وصفي لي شكل الاله كده، كانت عامله ما شفتيهاش؟ قريت الوصف بتاعها.
قالوا لحد مشرشره من الجنبين وحاميه من الجنبين وملفوف عليها بلاستر ابيض. حتى شوفي عدد هنا في الورق. هي الاول قالت في الاسم، قال لها لما جابوها من الفرش، هي دي بتاعتك؟ اه بتاعتي. في الاسم قالت بتاعتي. بعد كده لما راحت النيابه قالت لا، انا كانت سكينه وبقيت بيضه. لما هو قالوا لها طبعا ايه دي آلة حاده، دي انت عاملاها عشان تموتي، تعوري بيها حد، تموتي بيها حد، حطوها جنبك، يعني انت كده عندك استعداد للمشاكل. ما تقوليش كده. غالبا المحامي قال لها قولي ان انا عندي سكينه بنضف فيها الخضار. فهي راحت بعد كده في النيابه قالت لا، قالت لا مش سكينتي، دي مش سكينتي. في الاسم قالت اه بتاعتي وعليها الدم. في النيابه قالت لا، انا عندي دي مش هي بتاعتي، دي انا سكينه بقيت بيضه. قبل ما يركب التوك توك التاني وهو لسه رايح يتفق مع واحد جديد، راحت ضرباه. التاني جوه قال له اركب. قبل ما يركب راحت ضربته كده، راح عمل كده لقى دم من غير لما يلف يشوفها يتكلم معها تاني اي حاجه. واختفت ولا هي راحت فين بعد الضربه؟ بعد الضربه وقفت، وقفت واقفة بقى. شفت بقى مقطع فيديو صغير كده، طبعا مش كل الفيديو، 15 ثانية من الخناقة بس. ضربته، فهو حد قال له اضربها زي ما ضربتك، حد اداله حاجة معرفش ادوله ايه. فهو يعني مسك الحاجة اللي هم اداها له ديت، حاجة مش باينة في ايدي، حاجة صغيرة مش عارفة ايه، حط ايده على قلبه كده ومسك حاجة في ايده التانية كده وبيمشي عشان يضربها بقى. لا مشي شوية وراح واقع وقام. هي بتبص عليه وهي بتبص عليه في حجر راحت واقعه، قامت بصت عليه لقيته بقى ايه ده، خلاص مش قادر يقاوم، فمشت ببطء. وقع المره الثانيه، راحت ماشيه سابته وراحت ماشيه. ده كان عنده كام سنه؟ وكان 23 سنه. ايه اخر حاجه كان قالها لك؟ ايه اخر الكلام اللي كان ما بينكم؟ او اخر حاجه شوف كان عايزها ايه او طلب منك ايه؟ هو كان طالب مني، كان بيحوش مع اخته التوأم، هو اللي اخته توأم، بيبعت معاها، بيبعت الفلوس اللي بياخدها من الشغل وبحوش معاها على اساس ان نوضب الشقه من بعد العيد. الشقه بتاعته هو والده باني له شقه وباني لاخوه شقه، بس لسه ما توضبتش خالص، لسه على الطوب الاحمر خالص ما فيش. فهو قال انا هبتدي اوضب فيها وبعد العيد، وعايز يعني اخطب حد معين. فانا قلت له بص يا حبيبي، انا مش هقعد سنه واتنين خطبلك حد، وما تقدرش تكمل، الدنيا غاليه ومصاريف والتشطيب. لان انا حسبت له الحسبه، مثلا انت عايز تشطيب 150,000 جنيه، عايز عفش، عايز شبكه، عايز فرح، عايز عايز عايز، كل ده فلوس كتير. فانت عشان تعمل فلوس دي كده كتير ديت عايز وقت. هتخطب واحده وتقعدها جنبك سنه ولا اتنين؟ كانت اخر حاجه ما بينكم كنتوا قاعدين بتتكلموا فيها؟ موضب شقتك، ويوم ما تخلص توضيب الشقه اعتبر العفش وكل الحاجه الباقيه ديت حاجه سهله. انا اهم حاجه عندي توضب شقتك والباقي كله سهل ان شاء الله خير. فقال لي خلاص ماشي، طب شوفي لي جمعيه، اعملي لي جمعيه عشان اوضب بيها. قلت له ماشي. قلت لاخته، عملت له جمعيه وكان بيبعت لها الفلوس. عايزه نختم حوارنا بقولي لي ايه مطالبك او ايه اللي انت عايزاه، وتحبي تقولي ايه لخالد؟ بحب اقول لخالد ان شاء الله حقه جاي، وان شاء الله ربنا يجعله من اهل الجنه ويجعله من اهل الفردوس الاعلى ان شاء الله، وتقبله شهيد ان شاء الله. وبقول له ما تزعلش، انا راضيه ومستبشره خير ان شاء الله. مش بعيط يا خالد ولا حاجه، زي ما انت بتحبنيش اعيط وما بيحبنيش اعيط، مش بعيط ولا حاجه. وان شاء الله خير باذن الله، وعايزه حقه، عايزه حقه يرجع. اشكرك.